من ساحة الأمويين بدمشق شارك اليوم نحو 1000 متطوع من جمعيات ومبادرة أهلية بإطلاق الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي تنظمها اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان طيلة شهر تشرين الأول الجاري. الحملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بإجراء تصوير الماموغرام تحمل أهمية كبيرة عند النساء من عمر 40 فما فوق، والمفروض يعني يتم التصوير مرة كل سنة، وذلك للكشف المبكر عن السرطان، لأنه الحالات اللي بيتم الكشف عنها بشكل مبكر فهي مؤكد رح تشفى شفاء تام. والسنة نحن عم نتوقع أنه يخضع للمسح عدد أكبر من السنة الماضية، على الأقل 35 ألف سيدة، ومتوقع أنه يكون العدد أكبر. بعتقد هالحملة هي رح تكون أفضل بكتير من سابقتها، رح يصير لها تحليل كتير دقيق لحتى نعرف السيدات المصابات، لحتى نحطهم على برنامج للكشف المبكر. فبتصور أنه هالحملة رح تستفيد من الحملة الماضية ورح تكون أكثر فعالية. الجمعية السورية لأمراض الثدي من 2006 عم نساوي كل سنة الحملة المجانية لتصوير الثدي. السنة الماضية كانت أكبر الحملات اللي ممكن أن تصير. نحن مراكز الهلال الأحمر هي عبارة عن 10 مراكز مشاركة بالحملة، موزعة بحلب، موزعة بحمص، دمشق وريف دمشق. طبعا نحن داخل هاي المراكز عندنا كادر مؤهل تماما، فنيين أطباء، جاهزية تامة للأجهزة تبعنا لحتى نستوعب كل السيدات يلي بيحبوا يعملوا هاي الخدمة. شيء له علاقة بالنشر التوعية والنشاط العام يلي بده يكون بالبلد، يعني على مستوى انه يكون كل المبادرات وكل الجمعيات موجوده فيه. هناك عده انشطه في الحمله، منها اول شيء حملات التوعيه اللي حتكون، بالاضافه الى انه حنكون حيقدم خدمات كشف مبكر مجاني لجميع السيدات في سوريا.